إسالات دم المغاربة ماشي رخيص، يعني إذا ما درتش الدولة الشعب يهدر، نوضو نعملو تم مظاهرة. الخاوة الخاوة هنايا ونتما كيقتلونا خوتنا، حنايا ما عجبناش الحالة أستاذ ديري. حنا كنشوفو إسبانيا كيحصلوا بمخدرات، كيحصلوا بالحراقة، هجرة سرية، وعمرنا سمعنا قتلوا شي واحد. وهادشي هذا اللي صدمنا بزاف هو كومونتيرات ديال الجزائريين. هادشي هذا عبروا عليهم. حنا شي ما جاناش غريب على 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 النظام الجزائري، عمر اختار هادشي هذا. أمور عادية بالنسبة لهم هما، لأن الشيء اللي كيحملوا داخل يعملوا بزاف ديال الحاجات. الرأي ديالي أخي، صراحة عزو علينا. حنا كنشوفوا إسبانيا كيحصلوا بمخدرات، كيحصلوا بالحراقة، هجرة سرية، وعمرنا سمعنا قتلوا شي واحد ولا ما كتسمع بحال هذا. خوتك مسلمين جيران نورمال، حنا ركبنا في مطار البحر عارفين البحر شنو هو، عارفين ميجا شنو هما، عارفين شنو كاين. بالحق ما كتوصلنا اخر دخل واحد في لونطيرا ولا خرجنا مية دولية خرجنا، عمرنا زعما صراحة تهددنا بشي حاجة ولا كتوقف عليك لا ماري كتقول لك رجع دخلتي الميجا كدا فلان فلانية، دخلتي الزيرو، الزيرو هي مياه دولية. هذا هو مشكل. وشوف يدعوا لهم بالرحمة وما يسمحوش في الحق ديالهم، حتى المغرب ما خصوش يبقى يسمح في الحق ديالهم. دابا فوق خشي شوية الصرامة باش حسيت بالظلم، حسيت جاو عندنا الزيريين تنتهلاو فيهم تنتعاملوا معاهم، شحال من مرة تيجيو الزيريين تيخوا بهم فهمتي، تيقوا باش يرجعوا بتا شي حاجه تنوقفوا معاهم تنساعدوهم. الحق شفنا هاد الفيديو دخلوا فيهم، اكرهت الزاير اخي، شعره بقيت تحمله في الزاير صافي. انت الدوله المغرب تتحرك، مابقاوش جالسين قدام المغرب ماشي رخيص، يعني اذا ما درتش الدوله الشعب يهدر، نوضوا نعملوا تم مظاهرات. اي والله اخي ابراهيم، يعني ماشي منظر هذا، يعني خصنا الحق هاد جوج ديال الناس هادو. وهذا ما كان خيبر. شنو الرساله ديالك اللي توصل للوالدين ديالك؟ الوالدين ديالهم الله يعدوا لهم الاجر، والله يسهل عليهم ساكن، والله يرزق لهم الصبر. حنا كنا حاسبين عارفين الشعب الجزائري تيبغيونا وما تصدقوا يتشفاو فينا، تقول ايه وقع دابا شي حرب، الناس ماتوا وما تيزرقتوا في كومونتيرات ولا مصيبه صح. دابا مسلمين كيقتلوا بعضياتهم. دابا مسلمين تيقتلوا بعضياتهم وحنا يا عرب وتيتشفاو فينا. تشوك زعما حاسس بالظلم، يعني الناس مهاجرين كمغاربه جاونا هنا يعني بلادهم يشوفوا كراو تيسكي ولا ديالهم ولا ما احنا ما عندنا شي مشكل، مشاو يشوفوا يتسالوا بلادهم، هما ما عارفينش الحدود، مي دخلوا قتلوهم. حنا ما قتلوهم عاجبنا الحال، حيت هادشي هاد الحقد هذا بيننا وبين الجزائر ما عجبناش. حنا خص الحمد لله، هما كيجيو معنا كيقول لك الخاوه الخاوه، هادشي هذا ما كنتقبلوهش حنايا. الخاوه الخاوه هنايا ونتما كيقتلونا خوتنا، حنايا ما عجبناش الحاله أستاذ ديري مره. وهادشي هذا اللي صدمنا بزاف هو كومونتيرات ديال الجزائريين، هادشي هذا عبروا عليهم، وهادشي والله يكون في العون، الله يرحموه وما يتاثروش، كلشي ديال الله وياخرين الدعوه بهم من الله، والله ياخذ الحق فيه. طبعا حنا شي ما حنا شي ما جاناش غريب على 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 النظام الجزائري، عمر اختار هادشي هذا، امور عاديه بالنسبه لهم هما، لان الشيء اللي كيحملوا داخل يعملوا بزاف ديال الحاجات. واش نقول لك زعما هادشي ما خصوش يكون مؤثر، يعني واحد الحاجه مؤثره بزاف، يعني بقى فين يعني بقى فينا الحال الصراحه. وتنقول بان الله يرحمهم هذا هو الاول، وتنتمنى الله يصبر والديهم وهادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.